الخبرة. السيد وكيل العام أكد على أن الخبرة التقنية اللي دار الشرطة القضائية الفرقة الوطنية مصلحة مكافحة الجرائم المعلوماتية، التقرير الذي انتهت إليه هو نفس التقرير الذي انتهى إليه تقرير ديال الدرك الملكي، مما يؤكد أن العلم لا يجامل ولا يكذب. أكثر من ذلك، كانت هناك وسائل إثبات أخرى. المتهم يعترف بأن جميع الضحايا قد ولجن مكتبه، مما يدل دلالة أكيد على قرينة. أكثر من ذلك، كانت بعض الضحايا تناديه باسمه يا توفيق. أكثر من ذلك، يمكن أن أسمي واحد المقطع أعطيه لكم، كيف أن ماكرون أطاح بتوفيق بوعشرين. السيد الوكيل العام أوضح هذه النقطة. إحدى الضحايا سألته ما الذي سيفوز في الانتخابات التمهيدية الفرنسية، فأجاب توفيق بوعشرين في الفيديو ماكرون. فرجع السيد الوكيل العام لتاريخ الفيديو فوجده يتطابق تاريخيا مع تاريخ الانتخابات في فرنسا، وكانت يقول لهم المهمة التشهير لي كاتبية أو هذه غنشهر بها وعندي صور ديالكم، كان يهددهن بتشهير. وبالتالي في كل هذه الوسائل اللي كتعتمد عنصر الاستغلال كتبين أن جريمة التجارة في البشر هي قائمة. وتم السيد وكيل العام قال على أن المتهم استباح عرض وشرف هؤلاء النسوة. وقال السيد الوكيل العام يجب هاد النسوة خصنا نفتخر بهم بمداد من الفخر، هكذا قالها، يجب أن نفتخر بهؤلاء النسوة بمداد الفخر. لماذا؟ لأنهن أبحن بما يعتبر في الطابوهات، لأن جريمة تجارة البشر عندها عنصرين، أنها جريمة سرية وأنها جريمة تتم بين طرفين إحداهما قوي وإحداهما ضعيف. وأشاد بشجاعته البوح لأن الجريمة كتعرفوا أنها سرية، وقال نحيي الضحايا على البوح، وشكر دفاعهن على دفاع كيفاش تمت المرافعة. نقول لكم أنا جد سعيد اليوم لأن المرافعة اللي سمعنا من السيد الوكيل العام كانت متكاملة وكانت تستجيب للشروط العلمية والقانونية القضائية اللي كيبين أن النيابة العامة تسلحت بالعلم وتسلحت بوثائق إثبات، والتقينا فيها في كثير من النقاط. ونقول لكم ان وضحت الركن المادي، الركن المعنوي للجرائم، فقط ماشي فقط التجاره في البشر، الاغتصاب، جلب اشخاص للبغاء، التحرش الجنسي، هذا كل عرض. واللي مهم هو ان النيابه العامه اثبتت الجريمه على كل ضحيه، ناقشت الجريمه كل ضحيه على حده، وكيف تم استغلال كل ضحيه لتخلص في الاخير ان الجريمه ثابته ويتعين اداره المتهم من اجلها وفقا لفصول المتابعه مع التشديد في حقه، لان الجريمه خطيره ووحشيه وقدره يأباها الضمير العالمي، ويجب التعامل معها بمنتهى الشده حتى لا يتكرر هذا. باش تكون هذه المحاكمه عبره لمن لا يعتبر، لمن يعتبر النساء، لان شنو التجاره في البشر؟ الاتجار في البشر هو اعتبار النساء سلعه، اعتبار النساء بضاعه يمكن التصرف بها، امتلاكهن، تسخيرهن، وكيجعل الانسان كيولي بضاعه. لان شنو الانسان؟ الانسان لا يمكن ان يكون محل تصرف قانوني، الانسان بشر هو طرف. للاسف هاد الناس تعامل معهم المتهم كانه يملكهن ومارس عليهم ابشع. وقال السيد وكيل العام بالحرف، قال لك انا ما غنشرحش الواقع الشاده باش ما نتيش حافظه المتهم وباش ما نقلبش اوجاع الضحايا. اللي قال السيد وكيل العام انهم المراه اللي تم الاعتداء عليها يمكن تنسى، ولكن في الحقيقه انها تتناسى. ونقول لكم في الاخير باش نختم، اذا كان البعض من دائرة توفيق بوعشرين كيتهمنا بأننا عندنا أجندة، كنقولوا اليوم المرافعة النيابة العامة تبتات، شنو هي الأجندة ديالنا؟ الأجندة ديالنا هي القانون. ونقول لكم اليوم تبت على أن الخطاب البئيس واللئيم ديال الأجندة هو خطاب بئيس وما كيقومش ما تيقوم على حتى شي أساس، واللي كيدير الأجندة هو اللي كيحتج بالأجنبي على المغرب.